بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. نواقض الوضوء. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين، على آله وصحبه ومن اتبعه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمع الكريم، عرفت في الحلقات السابقة كيف يتم الوضوء بشروطه وفروضه وسننه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت بحاجة إلى معرفة ما يفسد هذا الوضوء وينقضه لئلا تستمر على وضوء قد بطل مفعوله فتؤدي به عبادة لا تصح منك. وهذا ما نريد بيانه في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. اعلم أيها المسلم الكريم أن للوضوء مفسدات لا يبقى مع واحد منها له تأثير، فيحتاج المسلم إلى استئنافه من جديد عندما يريد مزاولة عمل من الأعمال التي يشرع لها الوضوء. وهذه المفسدات تسمى نواقض وتسمى مبطلات، والمعنى واحد. وهذه المفسدات أو النواقض أو المبطلات أمور عينها الشارع، وهي علل تؤثر في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه. وهذه المبطلات إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها كالبول والغائط وسائر الخارج من السبيلين، وإما أسباب للأحداث بحيث إذا وقعت تكون مظنة لحصول الأحداث كزوال العقل بالنوم والإغماء والجنون، فإن زائل العقل لا يحس بما يحصل منه فأقيمت المظنة مقام الحدث. وإليك بيان ذلك بالتفصيل. أولا، الخارج من السبيل أي من مخرج البول والغائط. والخارج من السبيل إما أن يكون بولا أو غائطا أو منيا أو مديا أو دم استحاضة أو ريحا. فإن كان الخارج بولا أو غائطا فهو ناقض للوضوء بالنص والإجماع. قال الله تعالى في موجبات الوضوء: أو جاء أحد منكم من الغائط. وفي الحديث أنه أمر صلى الله عليه وسلم بمسح الخف في الوضوء من البول والغائط، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط أو بول. وإن كان منيا أو مذيا فهو ينقض الوضوء بدلالة الأحاديث الصحيحة، وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره. وكذا ينقض الوضوء خروج دم الاستحاضة، وهو دم فساد لا دم حيض يخرج من المرأة، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: توضئي وصلي فإنما هو دم عرق. رواه أبو داود والدارقطني، وقال إسناده كلهم ثقات. وكذا ينقض الوضوء خروج الريح بدلالة الأحاديث الصحيحة وبالإجماع. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال صلى الله عليه وسلم: لمن يشك هل خرج منه ريح أو لا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأما الخارج من البدن من غير السبيلين كالدم والقيء والرعاف فموضع خلاف بين أهل العلم، هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه على قولين. والراجح أنه لا ينقض الوضوء، لكن لو توضأ عنه خروجا من الخلاف لكان أحسن. الثاني من النواقض زوال العقل أو تغطيته. وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه، وتغطيته تكون بالنوم أو الإغماء ونحوهما.
فمن زال عقله أو غطي بنوم ونحوه انتقض وضوءه، لأن ذلك مظنة خروج الحدث وهو لا يحس به، إلا يسير النوم فإنه لا ينقض الوضوء. لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصيبهم النعاس، ويصلون ولا يتوضعون، دل على أن النوم اليسير من القاعد لا ينقض الوضوء، وإنما ينقض النوم المستغرق من غير القاعد المتمكن من نفسه، جمعا بين الأدلة. الثالث من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل سواء كان قليلا أو كثيرا، بصحة الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصراحته. قال الإمام أحمد رحمه الله: فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أكل اللحم من غير الإبل فلا ينقض الوضوء. أيها المستمع الكريم، وهناك أشياء قد اختلف العلماء فيها هل تنقض الوضوء أو لا، وهي مس الذكر ومس المرأة بشهوة وتغسيل الميت والردة عن الإسلام. من العلماء من قال إن كل واحد من هذه الأشياء إذا حصل ينقض الوضوء، ومنهم من قال لا ينقض، والمسألة محل نظر واجتهاد. لكن لو توضأ من هذه الأشياء خروجا من الخلاف لكان أحسن وأحوط. هذا وقد بقيت مسألة مهمة تتعلق بهذا الموضوع، وهي: من تيقن الطهارة ثم شك في حصول ناقض من نواقضها ماذا يفعل؟ لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. دل هذا الحديث وما جاء بمعناه على أن المسلم إذا تيقن الطهارة وشك في انتقاضها أنه يبقى على الطهارة، لأنها الأصل ولأنها متيقنة، وحصول الناقض مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. وهذه قاعدة عظيمة عامة في جميع الأشياء، أنها تبقى على أصولها حتى يتيقن خلافها. وكذلك العكس، فإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يجب عليه أن يتوضأ، لأن الأصل بقاء الحدث فلا يرتفع بالشك. أخي المسلم، عليك بالمحافظة على الطهارة للصلاة والاهتمام بها، وأنها لا تصح صلاة بدون طهور، كما يجب عليك أن تحذر من الوسواس وتسلط الشيطان عليك، بحيث يخيل إليك انتقاض طهارتك ويلبس عليك أمر دينك. فاستعذ بالله من شره، ولا تلتفت إلى وساوسه، واسأل الله أن يكفيك شره. وإذا اشتبه عليك أمر من أمور دينك فاسأل أهل العلم عما أشكل عليك من أمور الطهارة وغيرها، لتكون على بصيرة من أمرك، واهتم أيضا بطهارة بدنك وثيابك من النجاسة، لتكون صلاتك صحيحة وعبادتك مستقيمة. إن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.